حرية الإعلام والتضييق على الصحفيين في تركيا من جديد إلى الواجهة بعد إبلاغ المجلس الأعلى إذاعة وتلفزيون صوت أمريكا ودوتش فيلة التركية ويورو نيوز الإخبارية بضرورة الحصول على تراخيص بثها على الإنترنت خلال 3 أيام. هذه التراخيص مطلوبة في كل الدول، لكن طلب مجلس الإذاعة والتلفزيون لتلك التراخيص وإعطاء هذه المهلة القصيرة هو للرقابة فقط، مع تضييق الحكومة على الإعلام وحرية الصحافة وزيادة الاعتقالات بين صفوف الصحافة. صوت أمريكا أعلنت في بيان أن فرض شرط الترخيص على البث عبر الإنترنت هو بغرض فرض الرقابة، ودوتشي فيلي من جهتها قالت إنها لن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص وأنها ستحتكم إلى القضاء، ما بين اتهام الحكومة باستخدام حجج للسيطرة على الإعلام وبين دفاع الأخيرة عن قراراتها بأنه تنظيم للعمل الإعلامي فقط. بدأ العد التنازلي للمهلة التي منحت للوسائل الإعلامية الأجنبية 3. طلب التراخيص من أي وسيلة إعلامية حتى لو كان بثها على الإنترنت فقط هو طلب قانوني ويحق لهذه الوسائل اللجوء للقضاء، لكن تصريحاتهم برفض تقديم طلب الحصول على ترخيص يعني أنهم يخالفون القانون عمدا ويدفعون السلطات لمنعهم من البث في تركيا. المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي أعلن قبل حوالي 2 أسبوع أنه سيطلب من هيئات البث الأجنبية الترخيص، لكنه أبلغها بشكل مفاجئ، ما يوحي بحسب مراقبين أن الهدف هو إغلاقها وليس تصحيح وضعها القانوني. يجري الحديث خلال العامين الأخيرين عن خضوع الإعلام المحلي التركي للرقابة الحكومية، بينما بقيت الأجنبية التي تبث عبر الإنترنت خارج نطاق الرقابة، ما دفع السلطات التركية لطرد تراخيص بغرض التقييد بحسب بيانات وسائل الإعلام الأجنبية تلك. هنادي الخطيب، الحرة، اسطنبول.